الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، حياكم الله، أطيب تحية محملة بزهور الربيع وتحية بيتكم عامر. إن شاء الله بيوتكم تعمر وتدوم بالفرح. جميلة هي الأفراح، تضفي سعادة على القلوب وبهجة للنفوس. مناسبات الزواج هي بهجة في جميع أنحاء العالم، لا أحد يخفي سعادته بانعقاد قران وتتويج فرح. وهنا نرى الأردن اليوم يحتفل بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين على الآنسة رجوة. نبارك لهما وندعو لهم بالتوفيق والرضا من الله تعالى. فرح وطني دخل البيوت وزين الطرقات وأبهج الأرواح. يمكن كل أب وأم بتابع هذا العرس اليوم يتلمس الفرح قادما لبيتهم، يدعون الله لأبنائهم أن يكرمهم بفرح يغمرهم ويعمر بيوتهم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج بيتكم عامر. تتزامن مشاهدينا هذه الحلقة مع أفراح الأردنيين المبتهجين بزواج سمو الأمير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف. دامت بيوتكم عامرة بالأفراح والمسرات، وبيوتنا عامرة أيضا بأهلها الطيبين اللي أكيد بتجمعهم دائما الأفراح، وكلمتهم واحدة: يفرحون اليوم وغدا نفرح إن شاء الله بأبنائنا وأبنائكم. وهم مقبلون على إنشاء الأسر على منهج رب العالمين وعلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أجمل فرحة هي فرحة الزواج، ولما هالزواج أكيد بينبنى على منهج رب العالمين. حياكم الله مشاهدينا، نبارك للعرسان وللشعب الأردني، ألف مبارك وبيتكم عامر. يعني أكيد تحية لك حبيبتي دعاء، وإن شاء الله يا رب هيك منشوف عزام وباقي الشباب هيك فرحانة فيهم ونفرح فيهم معنا إن شاء الله. أكيد وتفرحي بعمر والصبايا والجميع، يعني أكيد الفرحة واحدة، وكل حد زي ما حكيت رانيا عم بتابع هالفرح وسمو الأمير وهو مبتهج بزفافه والشباب من حواليه والعائلة الكريمة، فبالتالي الكل بيستشعر أنه هالفرح قريبا سيكون سيدخل بيته. فإن شاء الله عقبال أبنائك وعقبال أبناء السادة المشاهدين، إن شاء الله تفرحوا جميعا بأبنائكم. آمين. أكيد يعني إن شاء الله دائما الواحد بيقول أنه بما أنه بلشت تدخل الأفراح، يا رب دائما هيك
تكتمل فرحتنا ومن فرح إلى فرح إن شاء الله مشاهدينا الكرام. يعني دعاء اليوم أكيد بتزامن زي ما تفضلتي إنه بيتكم عامر، وبهذه المناسبة الطيبة رح نستذكر بحلقتنا الأعراس بالموروث الشعبي، وقديش فعلا حلو الواحد يتذكر، خصوصا إنه لاحظنا من بعض العادات والتقاليد اللي كانت خلال هذه المراسم بالأيام السابقة والآن. فجميل جدا إنه يكون خلال حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام ضيفتنا اللي بدها تخبرنا عن الأعراس من الموروث الشعبي فضية حمدان، وهي مختصة في التراث والموروث الشعبي الأردني، للخوض بذكريات قديمة جميلة جدا ربما نستشعرها معا ونعيشها في هذه الحلقة. أكيد رانيا، إحنا لما تابعنا بالأمس يعني تفاصيل الحفل، سواء حفل حمام العريس وحفلة الإجرة اللي هو غداء الفرح، وحضور أكيد الضيوف وصاحب الدعوة الكريمة اللي هو سيد البلاد لما دعا الجميع، استذكرنا عاداتنا، إحنا عاداتنا الأردنية الأصيلة اللي أكيد بتجسد الحب بين الناس، تجسد فرحة الجميع لما بيتوحدوا بفرحة واحدة. الكل فينا أكيد استشعر سواء زفافه أو زفاف حد قريب، أو هو قديه يتطلع إلى أنه زفاف أبنائه وأحبائه يكون كمان تتجلى فيها العادات الجميلة. نعم، اللي إحنا حنتحدث مع ضيفتنا فضية المقابلة حول عاداتنا الأردنية في الأعراس. نعم أكيد جميل، وقديش لاحظنا كمان التآلف المجتمعي، ويمكن كمان كل حد بحب أنه يعزم مثلا القريب والبعيد والجيران، حتى يعني تنتشر هذه المحبة والتآلف، والفرحان دائما بحب يفرح اللي حوله وما ينسى حد. أكيد، وهي كانت فرصة لأنه فعلا إحنا نرجع لعاداتنا وتقاليدنا ونستذكر تفاصيلها حتى في لباسهم، في الأهازيج الشعبية اللي كانت عم تتغنى في الوطن، بداية أيضا بالزغاريت والمهاها والكلام اللي فيه صلاة على رسول الله وفي ذكر لله، وأول القولي ذكر الله. أكيد هذا بيدل على إنه شعبنا الأردني الملتزم بدينه بعقيدته تتجلى هذه المعاني في أفراح وبترجمها من خلال هالأفراح. أكيد مشاهدينا اليوم حلقة خاصة حنستعرض فيها الحدث بتفاصيله، حنكون مع ما جرى بالأمس من مراسم احتفالية فرحة بها الجميع وتابعها الجميع، كنا بين مشارك ومتابع ومن يدعو أن يتمم رب العالمين الأفراح على خير. يمكن دعاء هلأ بدنا ناخذ مشاهدينا الكرام ب يمكن أحداث سابقة لنستذكر معا ماذا حدث خلال هذه المراسم والأفراح، ونعود معا مشاهدينا لمأدبة العشاء التي أقامها سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين ولي العهد في مضارب بني هاشم. فيديو سريع يلخص لنا هذا العشاء لنتابعه سويا مشاهدينا. صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. Let's go.
أكيد مشاهدينا تابعنا من خلال هالمشاهد حفل الغداء اللي هو لقرا اسمه بالتراث الأردني واستقبال الضيوف المهنئين وكلمة كانت من سيد البلاد أوصى فيها ابنه بمخافة الله سمو الأمير، فكان يعني هذا الكلام أكيد كل أب يوصي ابنه بأن يجعل تقوى رب العالمين هي شعار له. أكيد حنيجي لهذا المشهد، لكن قبل ذلك من مظاهر الاحتفال كان في أداء للدبكة الشعبية الأردنية مشاهدين الكرام ورانيا، وكان بين اللي عم يدبكوا طفل صغير، هالطفل ببراءته يعني تقدم نحو الأمير وجلالة الملك وقدم ورقة. يعني إحنا كلنا بنفرح، لكن إحنا إلنا مطالب، فتجلى مطلب هذا الطفل، أكيد هو طالب شيء من خلال هالورقة اللي أعطاها للملك. فخلينا نشوف مشاهدينا هالمشهد ونرجع لنواصل بقية مختاراتنا. أكيد نعم، يعني الفضول طبعا يعني عند كل الناس كانوا يقولوا يا ترى شو فيها هاي الورقة، شو عطى حتى البعض عم بقرأ بعض التعليقات إنه شو نقط الملك. صحيح صحيح. طبعا الفرقة اللي هي كان هالطفل من ضمن أعضائها قالوا في حديث إنه الطفل إبراهيم أبو الشيخ ذيابات اللي عمره 9 سنوات وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثة قام بتصليب تسليم الملك ورقة طلب فيها حافلة لمساعدة الفرقة في فعالياتها، وأكد لذيابات إنه الفرقة لا تمتلك حافلة خاصة للتنقل في المناسبات التي تقوم بإحيائها، وعبر لذيابات عن فرحته الشديدة وزملائه بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هالمناسبة الوطنية التاريخية. جميل. نعم. يعني حلو يعني براءة الطفل، ويعني إنه حب يحط هيك مطلبه بورقة ويقدمها. نعم. وهو مطلب مش شخصي بقدر أكيد. ما هو كان للفرقة بشكل عام. يعني أكيد مشاهدينا الكرام رح ننتقل كمان لمختارة قادمة أيضا رح تكون ما قاله الملك عبد الله الثاني خلال حفل العشاء في طبعا السهرة التي كانت مليئة بالجمهور وطبعا يعني بالمضارب. خلينا نتابع شو كانت كلمته وفيها كلام يعني ذات مغزى كبير، نتابع. وبيبدأ مرحلة جديدة منه، فطلبت منه وبطلب منه إنه يضل مخافة ربنا بين عيونه، وبدعي له بالخير والتوفيق لعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم ولكل أبناء شعبنا على مشاركتنا هذه الفرحة. نعم، إذن الوصية كانت من الأب للابن في هذا اليوم اللي هو يوم فرحته وفرحة العمر رانيا بأن يضع مخافة رب العالمين بين عيونه. يعني هالعبارة كانت لافتة. نعم. بأن فعلا كل أب يوجه ابنه إلى أن يتق الله وأن يخاف رب العالمين، فعلا كما قلت يعني كلام ذو مغزى. نعم، يعني هي عبارة قوية جدا، وفعلا أنه يعني كل أب يتمنى زي ما تفضلتي دعاء إنه يضع ابنه مخافة رب العالمين ببيته الجديد. كل صحيح. ابن سيفتتح مملكة جديدة. صحيح. والآن يعني ولي العهد عندما يعني تم سيتم إن شاء الله عقد قرانه ويتم عقد قرانه فهو في مملكته الخاصة. نعم. وهو أيضا سيكون مسؤول عن يمكن مهام كبيرة جدا بعد هذه المهمة، وتحتاج مخافة وتقوى الله عز وجل. أكيد، يعني سواء كان في حياته الخاصة. نعم.
والحياة الزوجية والأسرة أكيد نبدأها بذكر الله وببسم الله وبمخافة الله، وأيضا بمملكته الكبيرة وحياته الكبيرة، وهو أكيد هو ولي العهد وهو أيضا سيد البلاد القادم. يعني أكيد مخافة الله ستكون بين عينيه حتى يرعى هذا الشعب اللي أحبه وعبر عن محبته بمشاركته هذه الفرحة. نعم، فننتقل كمان مشاهدينا الكرام لفيديو حلو كمان رح نتابعه خلال لقطات من حمام العريس لسمو الأمير الحسين. طبعا قديش هي أيضا بالموروث الشعبي حمام العريس دعاء، وأكيد هلأ سمو الأمير تم عقد قرانه بلا شك، ويعني هي من أصبحت من الاحتفاليات السابقة حمام العريس، وهي بعض المراسم التي يمكن لا يتغافل عنها الكثير. يعني ونحن بوقتنا الحاضر بنسمع في الحفلات العائلية أنه هناك في حمام عريس. لنتابع مشاهدينا الكرام حمام العريس لسمو الأمير الحسين ولي العهد الذي أقيم في منزل الأمير فيصل عم الأمير. نتابع. يعني أكيد مشاهدينا برنامج بيتكم عامر هو دائما قريب من البيوت العامرة إن شاء الله وتفاصيلها. من هالتفاصيل اللي بتعيشها البيوت العامرة هي فرحة زفاف أحد أفرادها، فلما يكون هالزفاف تتجلى في العادات والتقاليد والأعراف اللي بيعيشوها المجتمعات والشعوب، تجلى هذه العادات والتقاليد من خلال فرح الأمير حسين، وكان حمام العريس اللي الناس صراحة تفاجأت بالأمس بنقله من خلال الشاشات ومواقع التواصل. يعني هذه من العادات اللي أكيد عند الشعوب العربية بشكل عام وشعبنا الأردني والفلسطيني بشكل خاص اللي هو حمام العريس، وكان نقله بالأمس الناس كلها كانت عم بتتابع فعلاً. نعم، وإحنا يعني من خلال برنامجنا وفقراتنا ومختاراتنا عادة نوثق للأحداث خلال اليومين، اليوم اللي سبق ويوم البرنامج. اليوم أيضا حنكون مع أكيد مراسم الزفاف وعقد القران واستقبال الوفود والموكب الأحمر والاحتفالات، فإحنا عم بنتابع ما جرى بالأمس وأكيد سننقل ما يجري الآن خلال الاحتفال بالزفاف. نعم أكيد دعاء. كمان حابين ناخذ مشاهدينا الكرام لعدة بلاد احتفلوا بزفاف سمو الأمير. يعني مثلا بتتفاجأ إنه ما أحلى إنه في بلاد عم بتشاركنا هذه الفرحة. وخلينا نروح للعاصمة العراقية بغداد، كيف عم بتشارك الأردنيين فرحتهم بزفاف ولي العهد. نتابع هذا الفيديو مع بعض ورح ننتقل أيضا ل يمكن بلدان أخرى. خلينا نتابع مع بعض.
أيضا مشاهدينا، مدينة الخليل وأهلنا في فلسطين شاركوا الأردنيين فرحتهم بزفاف وعقد قران الأمير حسين من خلال أغنية قدمها الفنانين المشهورين اللي هو قاسم النجار. نعم. وشادي البوريني. كان في أهزوجة وأنشودة، أغنية جميلة أهدوها لسمو الأمير، حلوة تجسد الوحدة بين الأردن وفلسطين، وبكلمات جميلة ولحن جميل أيضا من الموروث والفلكلور الفلسطيني. خلينا نتابع جزء من هالأهزوجة. من أرض فلسطين ومن جميع الموجودين نبارك للأمير ولكل الأردنية، من شعب فلسطين المعيوب لا أردننا هالمحبوب، حيي أميري القلوب وكل نشمة وكل نشمية، ويا ابن حسين تهني لولي العهد غني وليالك بحلى كني رجواها السعودية، إن شاء الله الأردن يتهنى وباسمه نضلنا نتغنى، همي فعلا أهلنا نفس الهوى والقضية، الأردن يا فخر العرب وترابه أغلى من الذهب، همي عنوان الآدم وانعراس الهاشمية، أو حي القدس مع عمان نحنا يا قاسم إخوان، مهما جرى ومهما كان الأردنية فلسطيني من هنا. رائعة، حلوة، لطيفة الأنشودة، يعني ما شاء الله، ومبادرة حلوة من. نعم. المنشدين. في كمان دعاء، رح نروح مع السادة المشاهدين للسعودية ونشوف أيضا الاحتفالات بزفاف ولي العهد. خلينا نتابع مع بعض هذا الفيديو مشاهدينا. سعودية ورد الحبايب، شعبين وكلهم قرايب، والليلة صاروا نسايب، سعودية ورد الحبايب. إذن مشاهدينا، هذه كانت مظاهر فرحة ومشاركة السعودية للأمير الحسين بمناسبة زفافه على الآنسة رجوى آل سيف. نروح لباريس وأيضا الجالية الأردنية في العاصمة الفرنسية باريس كان لها أيضا مشاركة لطيفة بأجواء الفرح. خلينا نتابع جزء من هالمشاركة. طيب مشاهدينا الكرام، رح ننتقل أكيد لمشاهد من عقد القران، قران ولي العهد سمو الأمير الحسين على الآنسة رجوى. خلينا نتابع هذه الأجواء ونعيش معهم هذه الفرحة. لنتابع.
نعم، إذن مشاهدينا كانت هذه مشاهد حية تتزامن أكيد مع تصويرنا لحلقة بيتكم عامر، وهي لحظات عقد القران وكتب الكتاب طبعا لسمو الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف، طبعا كما شاهدنا شقيق الأمير الأصغر الأمير هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو من كان طبعا الحمد لله رب العالمين يسير مع الصلاة والسلام على سيدنا آنسة رجوة النبي العربي الهاشمي الأمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جمعنا في هذا اليوم الكريم. وبعد، فإن الزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، وشعيرة من شعائر دينه القويم، ونعمة من أعظم نعمه على عباده. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لنا أزواجا من أنفسنا لنسكن إليها ونأنس بها، وجعل بيننا مودة ورحمة. يقول مولانا الحق سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. وقال جل شأنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعلى سنة الزواج ومكرمته مضى الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الزواج، وحث عليه وأمر به، وقال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى ما فيه من عظيم الأحكام، وله الثناء على ما أولانا كرما من طهارة جعلها للزوجية مبدأ، وعفة تبعث فينا طمأنينة وسكنا، وحكمة فاضت هداية ورشدا. سيدي جلالة الملك المفدى وعميد البيت الهاشمي الأوفى، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أيها الجمع المهيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما أعطره وأبهجه من مساء، وما أشبهه بالصباح لما فيه من ضياء، وما أعظم فرحة أبي الحسين فيه، وما أسمى حنو الأب بكل معانيه، وما أسعد أميرنا ببر أمه وأبيه، وما أفرحه برضاه ما بعد باريه، وما أعلى كلمة الأردن اليوم وأجلاها، وما أوضحها على جبين الحسين وأحلاها، وما أجلها في بيوت الأردنيين وأسماها، وما أشرفها في قلوب الهاشميين وأغلاها. فهنيئاً لأبي الحسين بولي عهده ونور عينه ونتاج تربيته، وهنيئاً لأم الحسين بمن أرادته سنداً لأبيه ووطنه وأمته، وهنيئاً للأردن العظيم بابنه البار وريث الأخلاق والشيم عن أسلافه الأطهار طيب المعشر وجابر الخواطر، شأن أبيه وذويه وأجداده الأكابر. ومبارك زواجه بكريمة الأصل وحسيبة الأهل، محبوبة أبيها وغالية أمها، رجوة اللطف والود ووجه الخير والسعد، من اختارها الحسين رفيقة لدربه ومؤنسة لقلبه. وأستأذنكم سيدي جلالة الملك للبدء بمراسم عقد القران الميمون. سعادة الشيخ، من فضلك تطلع على سمو الأمير حسين وتخاطبه قائلا: زوجتك ابنتي رجوة، ابنتي رجوة، على كتاب الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسوله، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلى المهر،
وعلى المهر المسمى بيننا. المسمى بيننا. سيدي سمو الأمير، لو خاطبت سعادة الشيخ قائلا وأنا قبلت الزواج منها لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا مبارك سيدي. إذن مشاهدينا، آية من آيات الله عز وجل هو الزواج، وعلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة التي هي من شعائر إسلامنا العظيم، بالكلمات التي تفضل بها أكيد مفتي الحضرة الهاشمية. نعم. يعني كلام جميل، وما أجمل أن نبدأ حياتنا الزوجية فعلا نؤسسها على آيات الله وعلى ديننا الحنيف وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد نبارك لسمو الأمير والآنسة رجوة ولسيد البلاد والملكة رانيا، يعني أكيد نبارك لهم هذا الزواج الميمون، وإن شاء الله بالتوفيق وبرفاه والبنين، ويعني ندعو الله لهم أن تكون حياتهم مليئة بالطاعة والتقوى إن شاء الله، وأن يدوم بيتهم عامر. أكيد وإن شاء الله أكيد بيتهم عامر يا دعاء، وبيتك عامر وبيت جميع المشاهدين. نعم. عامر أكيد، بيتنا الأردني الكبير عامر أكيد، الفرح عامر ببيوت جميع الأردنيين، ومن فرح إلى فرح إن شاء الله. يعني يمكن بهذه اللقطات التي كان بها عقد القران ومراسم عقد القران ننهي مختاراتنا لليوم، مختاراتنا اللي مليانة فرح وسعادة خلال يمكن الأيام الماضية، أيام تسبق مراسم الزواج ووصولا لعقد القران. إذن رانيا والمشاهدين الكرام، العرس الأردني في الموروث الشعبي حيكون موضوع فقرتنا القادمة، وضيفتنا السيدة فضية حمدان المقابلة، واللي حتحكي لنا طبعا وهي المختصة في التراث والموروث الشعبي الأردني عن الأعراس والأفراح الأردنية، العادات والتقاليد وكل المراسم والتفاصيل اللي شفناها بالعرس بالأمس واليوم، حتحكي لنا عن أصولها وجذورها في الموروث الشعبي الأردني. بعد فاصل قصير سنكون مع ضيفتنا وحوار خاص، خليكم معنا.